عند الكاتي قالوا لي زيد الرافعين. تقيدت في الباب، من تقيدت في الباب عند واحد الكاتب في الباب تقيدت، ودخلت نعم سيدي عند الكاتب عند هذاك ما كان فهمتش انا قايد. عند القايد لا ها. عند خليفة كاتب هذاك الراجل اللي قطع الورقة الغزاوي مصطفى مصطفى دخلت عنده منين دخلت عنده الورق في يدي هادو، قلت له وليدي مريضة مريضة شبرني القلب، طحت على بقيت مكية على واحد اللوحة هكا ما قدرتش نكمل، وليت بحالي. جيت عند ديك الراجل قلت له يا وليدي ما قدرتش نكمل، نمشي بحالي نشرب الدواء وليدي. خرجت بحالي مشيت سيدي بحالي، جيت هاد الجارة مسكينة رغبتها ورغبت رجلها، هو ولا باش يجيب لي الوراق. جوا قال له وغيوجدو تا نهار الجمعة، نهار الجمعة غيوجدو. نهار الجمعة مشى من الصباح هو تما، منين مشى نهار الجمعة الله أعلم شو قالو. قال له خاصك تجيب لي الورقة الطيارة. إيوا قال له باش عتركب في الطاكسي باش تمشي لطنجة تجيب الورقة الطيارة. إيوا خاصة الورقة باش تمشي توريها لمول الطاكسي باش الطاكسي يركبها. جا هو عمل نهار الجمعة، جا هو عمل الكاشي هكا قطعو رد لي الورقة مقطعة. تما يزت أنا تعصبت، طلع لي الطنسيون مرة ومرت مرة وطيحت مسيبة راه الفريش كان اليوم عاد نوت. نوضتني بنتي هانتي كتشم خردلة مريضة، هاد الناس ما كعرفوني ما املا الباسبور ديالي وانا مغربيه بنت المغرب، الا ما جيتش للمغرب كنبغي نحماق، خصني ارضي وبلادي. كنقول بالله وما مشيت نموت في بلادي، وجيت مرات جيت لهنا مرات النصارى كيداويوني وهما كيجيو يقتلوني، النصارى كيعتقوني وهما كيقتلوني. علاش شنو عملت لهم؟ كنقول له انا مريضه معدومه، كيقول لي برا راه كلشي مريض. دابا اختي القايد نعم سيدي انا نقول لك القايد لمن غتوجه النداء، النداء ديالك هاد النداء ديالك هادشي كيدير كان سماشي جه القايد والكاتب. لا لما كتشكي دابا انت وقع لك هادشي في كان شكي السيد الملك وسيدنا الناس عاش الملك صافي نقص من عمره وزيد في عمره عاش سيدنا الله يخلي لنا سيدنا.